بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. وفي العقا يعني الكلمة هذه غير من الاقتراح ديال الأخ الأمين العام. أنا أصلا أنا لست خطيبا مفوها ولكن مع ذلك أنقل لكم بعض الكلمات ربما تنفعنا جميعا. لا، أولا وقبل كل شيء الجمع اللي كان حضره اليوم والحمد لله والذي يدخل السرور، هذا واحد مؤشر على دور ديال الحزب ديال حزب العدالة والتنمية، هو واحد الأداة ديال الإصلاح، ولهذا خصي يحاول دائما الحزب يقوم بهذا الدور سواء كان في الحكومة ولا كان في المعارضة، خص دائما هذه الغاية تكون حاضرة عند كل واحد فينا، لأن الأصل هو مقصود هو الإصلاح وليس السلطة وليست المواقع. اللي قال شعيب عليه السلام: إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لا أريد شيئا آخر غير الإصلاح. يجب أن تتمسكوا بمصادر قوتكم. المصدر الأول هو المرجعية الإسلامية، وما نكونوش مغرورين بأن المرجعية الإسلامية إحنا اللي هزنا. المرجعية الإسلامية هي اللي هزنا، أولا لأنها حق، لأن الإسلام حق، ولأنه الأفضل. الإسلام هو مرجعية المجتمع وهو مرجعية الدولة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال المرجعية الإسلامية ليست فقط شعارا، هي اعتقاد وإيمان وسلوك وممارسة. حافظوا على مصداقيتكم، معنى الدارجة المغربية تكون معقولين، الصدق والنزاهة والجدية والواقعية. اللي كتقول إنسان معقول ما إنسان صادق، إنسان نزيه، إنسان جدي، إنسان واقعي. المغرب ما خاصه لا موارد بشرية ولا موارد مالية، خاصه المعقول. وانتم إن شاء الله إذا تمسكتوا بهذا غتكونوا معقول، غتساهموا في بلادكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويصلحكم ويبارك فيكم وفينا جميعا.